السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة الصف الثالث من مدرسة زهرة الأشرفية، أرحب بكم. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ في حصة الرياضيات الدرس الأول من وحدة الهندسة والمجسمات، رح يكون درسنا المجسمات 1 صفحة 66. بس خلينا نتذكر قبل الفرق بين المجسمات والأشكال الهندسية. هلأ المجسمات زي ما أخذنا في درس التهيئة تتكون من عدة أوجه أو عدة أشكال هندسية مركبة مع بعض. المجسمات يمكن تعبئتها، يعني أنا مثلا زي هاد بشبه خزان المي، بقدر أعبيه مي. مثلا الكرة بعبيها هواء. المجسمات يمكن تعبئتها، لكن الأشكال الهندسية أنا بس بقدر إني أرسمها رسم. المجسمات يا تالت بدي أحكي لكم معلومة إنها هي كمان بتتكون من ثلاث أبعاد. شو يعني ثلاث أبعاد وثنائي أبعاد؟ اطلعوا لي على هاي الأشكال الهندسية اللي عندنا. عندي مثلث بتكون من طول وعرض، المستطيل من طول وعرض، المربع من طول وعرض. لكن في المجسمات اللي عندنا في عندي طول وعرض وفي عمق، في عندي عمق، إذا هذا بسميه ثلاثي أبعاد، ثلاثي أبعاد. فإذا كل المجسمات فيها ثلاث أبعاد، طول وعرض وعمق أو ارتفاع. أما الأشكال الهندسية الثنائية الأبعاد اللي هي طول وعرض فقط. طلعوا هون على المجسمات اللي عندي. طبعا كلنا بنعرف إنه هذا اسمه كرة، هاي اسمها أسطوانة، وهذا عندي اسمه مخروط اللي بنستعمله في أعياد الميلاد. تمام. هلأ هاي المجسمات أنا بقدر أعبيها، بشكلها تشكيل وبقدر أعبيها تعبأ. بتتكون من ثلاثة أبعاد، يعني طول وعرض وارتفاع أو عمق. طول وعرض وعمق. طلعوا لي على هاي المجسمات اللي عندي. الكرة في إلها وجه، يعني هاي أنا عندي هاي الكرة، هيني أنا ماسكيتها قدامكم. الكرة ما في إلها لا وجه ولا إلها حرف اللي هي قطعة مستقيمة ولا إلها رأس. ما بقدر أنا أمسك الكرة أحدد لها لا وجه، ما بقدر أقول وجهها دائرة. لا، كيف وجهها دائرة؟ ما إلها وجه، ما بقدر أنا أحدد وجهها، ولا أنا بقدر أحدد إلها رأس ولا قطعة مستقيمة، لا فيها نقطة تلاقي ولا فيها حرف أو قطعة مستقيمة. نيجي للأسطوانة. هاي أنا عندي هاي الأسطوانة، لاحظوا يمكن دحرجتها زي الكرة، فإذا ما فيها قطعة مستقيمة. أي إشي يمكن دحرجته معناها ما في حرف. هاي لازم تكونوا على دراية وعلم فيها إنه أي مجسم أنا بدحرجه فإذا هو ما في أحرف، ما في أحرف، لأنه الحرف هو اللي بيعيق حركة الدحرجة للمجسمات. فعندي هاي أنا يا تالت الأسطوانة ما فيها حرف، ما فيها قطعة مستقيمة، فيها وجهان دائريان. لاحظوا هذا وجه وهذا وجه، هاي القاعدة وهاي القاعدة. فإذا الأوجه عندي عبارة عن دوائر، دائرة هون، هذا وجه وهذا وجه. نقطة تلاقي ما في نقطة تلاقي، لأنه أصلاً ما في أحرف، دائماً الأحرف لازم يكون في عندها نقطة تلاقي. فهون أنا هاد المجسم اللي هو الأسطوانة بس في أوجه، عدد الأوجه 2، هذا وجه وهذا وجه، وبالإضافة إلى أنه ليس له لا رؤوس ولا أحرف. تمام.